برنامج الأرضي العالمي يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام وطويل المدى للأفراد اللي بنخدمهم في فلسطين، وذلك من خلال تنفيذ تدخلات مختلفة تحمي النظم الغذائية من البداية حتى يصل الطعام إلى الأطباق. يهدف هذا البرنامج إلى استهداف الأسر المهمشة والمجتمعات المتأثرة في التغير المناخي من خلال زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، وكذلك العمل على تحسين المستوى المعيشي والدخل والأمن الغذائي، وكذلك الحد من الفقر في هذه الأسر والتجمعات. أخذت مشروع النحل باسم والدتي. والدتي عاجزة وبتأخذ عدة أدوية. كان عندي 8 خلايا وطلبت كمان 8 خلايا لزيادة الدخل وتحسين الوضع المادي. العام الماضي قطفت 30 كيلو وحالياً قطفت 80 كيلو. حصلت على بيت ظل مساحته 1280 متر من منظمة الأغذية العالمية ومن مؤسسة أريج. كنت أزرع في كبل في الأرض المكشوفة، واليوم الحمد لله بزرع في بيت الظل. وفر علي 50% من تكلفة الماء، بزيد نسبة الرطوبة في الأرض، بقلل لي من نسبة الحشرات والأوبية والأمراض، وأعطاني إنتاج ضعف اللي كنت أخذه من الزراعة المكشوفة. وفي مساعدة بيت الظل اليوم أنا بزرع الزرعة على مدار السنة. لأنه إيد واحدة ما بتصفق، نجحنا وشركائنا في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المحلية للوصول لأكثر من 5000 فرد من خلال هذه المشاريع، حيث وفرت هذه المشاريع للمستفيدين فرصة تحسين معيشتهم والخروج من حالة العوز إلى حالة من الاكتفاء الذاتي والدخل المستدام. وركزت أجندتنا في هذه المشاريع زي مشاريعنا المختلفة على النساء والأفراد من ذوي الإعاقة.